هدخل على الابنديكولار سكيلتون. طيب الابنديكولار سكيلتون بتاعنا اللي هو الهيكل الطرفي بيتكون من بيكتورال جيردل وابر ليمبس. طيب بيكتورال جيردل اللي هو الحزام الصدري بيتكون من نصين، تو ايدنتيكال هوفز، كل واحد منهم بيتكون من السكابيلا والكلافيكل. هنا دي كلافيكل، عارفين اللي هي الايه، العظمه اللي هنا كده جنب رقبتنا على طول، عظمتين كده، دول اسمهم الكلافيكل. سكابيولا اللي هي لوح الكتف كده. طيب ايه الكلافيكل بقى؟ وهنا في التجويف ده اللي بيبقى فيه موجود فيه ايه، الايدين بتاعتنا. طيب الكلافيكل العظمه دي فنترال سين بون اتاتشد انتيريورلي من قدام بالاسترنم، فاكرين هنا الاسترنم، ولاترالي من ورا بالاسكابيولا. الاسكابيولا تريانجولار، مثلثه كده، انت لو مسكت العظمه اللي لوح كتفك هتلاقيها مثلثه. الانر اند بتاعتها الداخليه برود، والاوتر بوينتد متسننه كده فيها بروسيس تجويف بيدخل فيه الكلافيكلا. طيب ايه الجلينويد كافيتي؟ ده الكافيتي اللي موجود هنا في الاوتر اند بتاعت الاسكابيولا، بيدخل فيه الهيد اوف هيوميروس، راس عظمه العضد بتاعت الدراع بتاعنا، فيتد فورمينج الشولدر جوينت، هنا بيكون مفصل الكتف تاني. يبقى هنا دي الكلافيكل، العظمه اللي من قدام جنب رقبتنا على طول كده، عظمتين الناحيتين، كلافيكل هنا وكلافيكل هنا. ما احنا قلنا البكتورال جيردل بيتقسم نصين متساويين زي بعض. اسكابيولا اللي من ورا، العظمه اللي في كتفنا كده دي تراينجولار مثلثه، وبيبقى من جوه كده برود، ومن جوه هنا بوينت، دي الاسكابيولا. هنا في جلينويد كافيتي مهم جدا، هنا في بروسيس بيدخل فيه الهيوميروس، عظمه الايه، العضد تدخل فيه تعمل شولدر جوينت، يبقى ده اسمه شولدر جوينت. عدد البكتورال جيردل كام بون؟ أربعة، اتنين سكابيولا واتنين كلافيكل، احنا الناحية التانية في سكابيولا وكلافيكل. عدد البيون اللي بتكون الشولدر جوين اتنين، واحدة سكابيولا وواحدة هيوميروس. الكلافيكل متصلة بالسكابيولا مش بدي، يبقى الكلينويد كافيتي وهيوميروس اهي وسكابيولا. بعد ما خلص هنشوف الرسمة اهي، كلافيكل اهي، سكابيولا ورا. طيب الابر ليمبس الايدين من قدام بتتكون من الابر ارم ده وان بون كولد هيوميروس، بتبتدي بهيد راس فيت، بتدخل في الجيلينويد كافيتي اللي قلنا عليه، في النهايه بتاعتها في انر بروجكشن تاني، يبقى الابر ارم سبورتد باي وان بون كولد هيوميروس، اهي الهيوميروس ليها هيد موجود فيها بتدخل في الجيلينويد كافيتي، وهنا في انر بروجكشن. الفور ارم هنا اللي من قدام ده بيبقى متكون من عظمتين، النا وراديوس. النا الابر بارت بتاعتها فيها ديبريشن اللي بيدخل فيه ايه، الانر بروجكشن بتاع الهيومرس. راديوس سمول ان سايز، اصغر شويه من النا وبتقدر تلف حواليه، يبقى هنا الفور ارم النا وراديوس، الراديوس اصغر شويه من النا وبتقدر تلف حواليه، دول الفور ارم. الهاند بونز اللي من قدام، الريست الحته دي الريست، رسغ الايد دي بيبقى فيها 8 بونز في صفين كولد كاربنز. الابر اند ار اتاتشد تو ذا لوور بارت اوف ريديس، الجزء العلوي بتاعها متصل بالايه، باللور بارت اوف ريديس، الارم ملهاش دعوه بالايد، الريست دي بالراديوس. طيب اللور اند اتاتشد مع الهاند بالم، كفه الايد. الهاند بالم بتتكون من عندنا خمس صوابع، 5 لونج سيم بونز كولد ميتاكاربالز، كل واحده فيها اهي، دول الميتاكاربالز موجودين بقى بتاعه الصوابع هنا، كل صابع من عندنا فيه 3 ما عدا الصباع الصغير فيه 2،
اه هاند ديجيت فايف فينجرز، كل واحدة من 3 سن بونز كولد فالانجز، ما عدا الصنب اللي هو الصباع التخين فيه 2 فالانجز. اه ادي 8 اهو، ودي 5 هاند بالم، و14 فالانجز. ليه 14؟ 3 و3 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 وهنا 2. عدد الوان ابر ليمب بون 30 بونز، نعدهم مع بعض. ليه بقى؟ 1 هيومرس، 2 الم، ادي 3. واحدة ليدس، واحدة الم. الريست بس عندي 8 هنا و5 هاند بول 13 و14 27، وعندي ريديس وقالنا 29 و31. راجع تاني الابر ليم، يبقى الابر ارم بيتكون من 1 بون كولد هيومرز، الهيد بتاعتها موجودة في الجلينويد كافيتي وفيها انر بروجيكشن، الفور ارم ريديس وقالنا، ريديس وقالنا في نهاية الريديس في الهاند بونز، الهاند ريست فيها 8 بونز في صفين بسميهم كاربال، دي الهاند بالم 5 بسميهم ميتا كاربال. الفينجرز فيهم فالنجز، فيهم كام واحدة؟ 14، 3 في كل صباع و2 في الصباع التخين. يبقى عدد الأبر ليمب بونز 30، نعدهم مع بعض تاني. أدي واحدة اهي هيومرس، واتنين، تلاتة، وتمانية 11، وخمسة 16، واربعتاشر الفالنجس 30. طيب في الاناتوميكال بوزيشن، الاناتوميكال بوزيشن الوضع التشريحي ان بيبقى فارد الجسم بتاعه كده وحاطط ايديه لقدام. الراديوس بتبقى موجودة outward والألنا innerward اهو. الراديوس ناحية الصنب والألنا. طيب الراديوس روتيت ان اسيمي سيركلر موشن اراوند ذا فيكسد ألن، اهي لما بتلف حواليها. عدد البونز اللي بتكون القلب، الكوع بتاعي، الكوع بتاعي 3 بونز هيومرس وريديوس وقلنا اهو، الكوع بتاعي القلب اهو، القلب يبقى القلب جوينت بيكون له 3 هيومرس وريديوس وقلنا. يبقى ده الوضع التشريحي الاناتوميكال، الريديوس ناحية الصنب. وان الراديوس بتقدر تتحرك حركة اهي سيمي سيركل حوالين الألنا الثابتة اهي. يبقى ده الوضع التشريحي الاناتوميكال، ده لما لفت ايه سيمي سيركل. هناخد التست يور سيلف ان ذا اوبوزيت فيجر، which of the following choice is applied to the part x. هنجاوب مع بعض. ده frontal view of the right side of the pectoral girdle، منظر أمامي لل right side بتاعت ال pectoral girdle. كل الباقي غلط، هو مش dorsal view اهو، من قدام اهي. What is the bone that is represented by structure X in the opposite dissection؟ ulna bone of right arm. عرفناها منين القلنا؟ عشان الريديوس هي اللي ماسكه في الريست، يبقى قلنا بون اوف رايت ارم. In the opposite figure where the arrow illustrates the hand palm movement 180 درجة، which of the following bones does this movement بتعتمد على ايه؟ radius bone، عشان هي اللي متصلة بيه الريديوس بون. طيب هناخد الطرف اللي من تحت، هناخد البلفيك جيردل واللور ليمبس، الحزام الحوضي والطرفين السفلين من تحت الرجل. طيب البيوبيك سيمفيزيس ده مكان الفيوجن بتاع تو ايدنتيكال هافز بتاعت البلفيك بونز فينترال من قدام. طيب البلفيك جيردل اهو، بيوبيك سيمفيزيس مكان اتحاد الاتنين ايدنتيكال هافز في ايه؟ بونز فينتر. طيب البلفيك جاردن بيكون من تو ايدنتيكال هافز فيوزد ات ذا فينترال سايت،
ملتحمين في الفنترال سايد. At a region called pubic symphysis. كل هاف بيتكون من دورسال إيليوم، بيوبس، and ischium. يبقى متكون منين؟ دورسال إيليوم اهي، إيليوم وبيوبس وسيمفيزس او اسكيم، إيليوم وبيوبس واسكيم بس ملتحمين مع بعض، إيليوم وبيوبس واسكيم. الدورسال إيليوم attached anterior وventral للبيوبس اهي من قدام، وventrally بالاسكيم من ورا بالاسكيم. يبقى الدورسيال إيليوم اهي الإيليوم اهي من قدام، ventrally بالبيوبس ولاترالي بالاسكيم، anterior ventrally بالبيوبس وبوستيريور ventrally للاسكيم. في موضع الالتحام بتاعهم الاليوم والاسكيم، الاسكيم والبيوبيك بونز، في ديب ديبريشن كولد اسيتابيولم. في موقع التحامهم مع بعض في اسيتابيولم. الاسيتابيولم ده بيبقى الراس بتاع الصاي الفيمر، عظمة الفخذ، بتكون الهيب جوينت، مفصل الفخذ. البونز بتاعت كل هاف فيوزد توجذر بتكون وان بون، عشان كده البلف جيرد بيتكون من تو بونز، عظمتين، عظمة الناحية دي وعظمة الناحية دي. ليه؟ لأن الإليوم والبيوبس والإسكيم متحدين مع بعض. طيب عدد البلفيك بونز 4 بونز، 2 بلفيك بونز 1 ساكرال، 2 بلفيك بونز، واحدة ساكرال اهي، واحدة كوسيجين، واحدة بتاعة الفقرات بقى. يبقى البلفيك جيردل فيه 2 بونز، لكن لما أقول البلفيك بونز عظام الحوض كلها 4، اتنين بلفك بونز اهو، دي واحدة واحدة، واحدة ساكرال واحدة كوسيجيل، واحدة ساكرال واحدة كوسيجيل. قلنا الفقرات الساكرال والكوسيجيل متحدين مع بعض، دي كأنها عظمة ودي كأنها عظمة. يبقى لو قلنا بلفك جردل عظمتين 2 بونز، امال بلفك بونز 4 بونز. طيب ايه الفرق بين البلفك جردل بتاع الهيومن ميل اند فيميل؟ ده الميل وده الفيميل، ايه الفرق بينهم؟ الفيميل ليس سترونج والبلفك كافيتي وايدر اوسع عن الميل عشان يبقى مناسب للبريجنانسي، للحمل والدليفري والولادة. طيب الطرف اللي من تحت بقى، احنا خدنا كده من تحت بقى الرجلين بتاعتنا كلها بتتكون ازاي؟ بتتكون من فيمر اهي، اللي هي ايه؟ اهي فيمر او صايبون. بتبتدي بمين؟ بتبتدي بهيد فيت، شايفين شكل الهيد، انتو ذا اسيتابيولوم كافيتي. الكافيتي ده اللي هنا كان ماسك الاليوم والبيوبس والاسكيم، مكان التحمم مع بعض. في اللور اند بتاعتها في عندي تو بيج بروسيسز، ارتكوليت مع الشانك في الني جوينت، مفصل الركبه، والجوينت ده فيه هاز باتيل، عظمه الباتيل دي، سمول راوند بون موجوده في مقدمه الني. ايه الشانك بقى؟ الساق. الساق ده فيه عندنا عظمتين، انر تيبيا واوتر فيبيولا، انر تيبيا واوتر فيبيولا. تاني في فوت بونز، عظام القدم من تحت، انكل رسغ القدم، بيكون من 7 بونز. نركز 7 بونز، امال اللي كانوا في الايد الريست كانوا ايه؟ irregular in shape called tarsals، اسمهم ايه؟ tarsals. اطول واحد اللي هو في الباك في المقدم، هما الانكل 7 بونز، اطول واحد اللي هو فين؟ بيكون الهيل، عظمه كعب القدم. الفوت نفسها بتتكون من اهو 1 2 3 4 5 6 7، 7 انكل، اطول واحده بتاعت اللي بتكون الهيل، عظمه الكعب. 5 هنا اللي من قدام اللي بنشوفهم في رجلينا من قدام كده في القدم بتاعنا، اسمهم ميتا دارسل، اسمهم ايه؟ ميتا دارسل. لونج وسين، كل واحدة فيها 2 صوابع رجل من تحت، كل 2 عندنا 5 صوابع من رجل، عندهم فالنجز، والبيك 2 عنده 2 فالنجز، فيهم 3 3 3 يبقى 14. يبقى الفوت توز من قدام 14. طب نعد مع بعض، ادي 7 و5 فوت اهم و14 فالنجز. طيب يبقى عدد ال 1 لور لين بنعدهم مع بعض 30. ليه بقى 30؟ نعد، هنا واحدة فيمر
واحدة باتيلا اتنين، واحدة تيبيا وفيبيولا ادي اربعة. هنا بقى ازاي 26؟ 7 انكل، فوت 5، 14 فالنجز، 14 5 19 و7 26. وكان عندنا هنا اتنين تيبيا وفيبيولا وباتيلا وفيمر. اقل عظمة بتأثر على الحركة بتاعة اللور بارت هي الفيبيولا. عدد البونز اللي بتكون الني جوينت مفصل الركبة 3، مين هم بقى؟ فيمر وتيبيا وباتيلا. فيمر وتيبيا وباتيلا. عدد الكافيتيز الموجودة في الابنديكولار سكيلتون كله على بعضه 6 كافيتيز، 2 جلينويد من فوق اللي عند الشولدر، و2 اسيتابيولوم، و2 في الالنا بونز. نراجع كده تاني اللور ليمبس. واحدة فيمر، هنا الركبة، في باتيلا، في هنا تيبيا وفيبيولا، في هنا اللي من تحت الفوت 26 7 انكل، و5 هنا فوت تارسلز، ميتا تارسلز اهو، دول تارسلز ودول ميتا تارسلز، وهنا 14 فالنجز. تو ويتش اوف ذا فولونج بون، دي مين دي اللي ليها راس كده؟ دي الفيمر. بيقول لك بقى ان ايه متصله بمين الفيمر، از كونكتد بمين، اهي الفيمر دي متصله بمين، بالتيبيا. طيب عدد البون اللي بتكون هنا 4، احنا قلنا 2 هنا وساكرا لوكوساجي. which of the following 2 بلفيك جيردل، واحده ساكرا واحده كوساجيه للفقرات. which of the following represent the difference between the opposite figure. عدد البونز، ليه اخترنا عدد البونز؟ هنا دول 26 ودول 27، ليه بقى؟ دول 7 و5 12 و14 26، هنا كانوا 8 و5 8 و8 و5 13 و14 8 و5 13 و14 27. يبقى عدد البونز. نوع السكيلتون هما الاثنين ابنديكولار سكيلتون، عدد الفينجرز هما الاثنين فيهم 5 و5، عدد الفالنجز 14 و14. طب نقارن بسرعة بينهم، نقارن بينهم وبعد كده نشوفها في الرسم. نبص على الرسمة هنا وهنقارن بين البكتورال جيردل والبلفيك جيردل. طيب بكتورال جيردل connected للأبر limbs of the appendicular skeleton، أمال البكتورال جيردل بيتصل باللور limbs of the appendicular skeleton. طيب هنا بيتكون من سكابيلا وكلافيكل. سكابيلا هنا triangular مثلثة، دورسال بون الانر بتاعتها برود والاوتر بوينتد فيها بروسيس، بيدخل فيه هنا الكلافيكلا. بيكون هنا الجلينويد كافيتي، بيكون الشولدر جوينت، ده الجلينويد كافيتي وهنا الشولدر جوينت. الكلافيكلا اهي العظمه دي سن اهي رفيعه، اتاتشد انتيريور للاسترنم، من قدام بالاسترنم ومن ورا بالاسكابيلا. امال البلفيك جيردل عندي دورسال اليوم وبيوبس واسكيم. طيب متصلين مع بعض انتيريور بالبيوبس ولاترالي بالاسكيم. في هنا اسيتابيولم بيكون الايه هيب جوينت، هيب جوينت مفصل الفخذ. طب هنقارن الابر ليمبس، الابر ليمبس عندي هيوميروس، عندي فور ارم، في النا وراديوس. اهي نقارن النا ودي راديوس. عند الراديوس من تحت في الهاند بونز، ايت ريست سموم كاربلز، وفي هنا 5 ميتا كاربلز، وفي هنا الهاند ديجيتس 14 فالنجز. اللور ليمبس عندي فيمر
عندي الشانك بونز، تيبيا وفيبيولا، في هنا الباتيلا اللي عندي الني جوينت، عندي الفوت بونز 7 انكل 5 ميتاتارسلز 5 توز فيهم 14 فالانجز. طيب عندهم كده مع بعض الابر ليمبس. طيب عندي الاثنين مع بعض 60، يعني كل طرف فيه 30. طيب يبقى 2 upper limbs فيهم 60. ازاي بقى نعد؟ واحد في اتنين هيومرس، ما كله هنضربه في اتنين. نعد الاول الطرف الواحد، واحدة ادي هيومرس وريديوس وانا قالنا 3 و27 هنا ليه 8 و5 13 و14 27 و2 29 و1 30. 30 في 2 60. طيب ناخد اللور ليمبس، واحدة فيمر، واحدة باتيلا دي 2، تيبيا وفيبيولا 4، و26 هنا 7، و5 12، و14 26. يبقى اللور ليمبس الواحد فيه 30، والاتنين مع بعض 60. طيب 60 و60 120، واربعة بكتورال جيردل، اتنين كلافيكل واتنين سكابيولا، واتنين بلفيك جيردل، واحدة وواحدة. يبقى كله على بعضه 126. تاني 60 و60، الاتنين ابر واللور، واتنين بلفيك جيردل وفور بكتورال جيردل، اتنين كلافيكل واتنين سكابيولا.